أنا اسمي لينود ورح أقول لكم رحلتي في مسابقة المهارات الثقافية. لما طلعت على المسرح كان الموقف مرة رهيب، كأن الوقت مرة وقف وحسيت إن هذا مكاني وهذا حلمي. استخدمت صوتي وغنائي عشان أعبر عن مشاعري وألامس قلوب الناس. روحي وما ملكت يداي فداي. في لحظة معينة ما كنت أبدا مصدقة لما وقفت على المسرح وشافني الجمهور. كان لي فرصة رهيبة مرة إني أدرب مع مدربين محترفين. كانت تجربة يعني جدا جدا جميلة، لدرجة يعني حسيت إن دخلت لعالم ثاني. حسيت بالتوتر لكن الدعم والتشجيع اللي شفته وقف كل توتري. شفت الفرحة والتأثر في وجوه أهلي والناس. الحمد لله فزت وعشت مشاعر السعادة اللي كنت دائما أحلم فيها. ساعدوني في تطوير مهارات الكتابية وإني أصنع فيلم الخاص. طول عمري راح أكون سعيد بهالتجربة اللي خلتني أؤمن إني راح أكون شيء كبير في هالمجال. تحس إنك مبدع وتبغى توصل للعالم فنك؟ انضم لمسابقة المهارات الثقافية بنسختها الجديدة وكون النجم اللي يلمع في سماء الإبداع. لكل مبدع حكاية.